بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا عشاق قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في مرحلة البلاي أوف بيست أوف 3، المباراة الثالثة والفاصلة والحاسمة بين الفرقتين. المباراة الأولى انتهت بفوز نادي الزمالك 3-2، والمباراة الثانية انتهت بفوز نادي الأهلي 3-2، وتعادل الفريقان في يعني في لقاءات، وعشان كده بنحتكم للمباراة الفاصلة. يسعدني أن أكون معكم حمد السيد للتعليق على هذا اللقاء في البطولة كأس مصر 2022-2023. الحكم الأول حامد الروس الإماراتي، الحكم الثاني كابتن وليد الخشن حكمنا الدولي، والمسجل كابتن محمد مرعي، ومساعد مسجل أمير إيهاب، لوحة إلكترونية أمين محمد، مسجل إلكتروني صلاح محمد، والخطوط 1 و2 و3 و4. واحد من يمين الحكم الأول محمد إبراهيم محمد، 1 إسلام حلمي، 2 شريف جمال، 3 بشوي سليم رقم 4. أقيم قبل هذا اللقاء 9 لقاءات جمعت الفريقين في هذا الموسم، انتهت بفوز النادي الأهلي بست لقاءات ونادي الزمالك بثلاث لقاءات. وفي انتظار هذا اللقاء الذي نتمناه، البطولة أو المباراة رقم 7 للنادي الأهلي، محمد مجدي للنادي الزمالك رقم 15 على الإرسال. شايف تقريبا يعني مفيش تغييرات، غير أن محمد المهدي نزل من بداية اللقاء في نادي الزمالك، ما كانش ينزل في اللقاءين اللي فاتوا. ولقاءات أو مباراة النادي الأهلي نفس تشكيلته بلاعبيه الشباب اللي ما زال يغيب عنه ثلاث لاعبين حتى الآن. أقول لحضراتكم طبعا أحمد سعيد ومحمد عادل وعبد الحليم عبو. استقبال جيد من عصران، إعداد وكرة سريعة من عبد الرحمن سعودي داخل الملعب، والنقطة الأولى لصالح نادي الزمالك في هذا اللقاء. لقاء هيبقى صعب جدا جدا على الفريقين. وادي عبد الرحمن سعودي خد النقطة والإرسال. هنتابع مع حضراتكم ماذا سيسفر عنه هذا اللقاء. عبد الرحمن إرسال، استقبال مش مظبوط من لعبة أحمد يوسف، إعداد لرضا هيكل، هتعدي سهلة للنادي الأهلي، هجوم مضاد سريع. عصران عبد الله، كرة سريعة حلوة في مركز ثلاثة، ولكن من محمد، ونقطة وكرة مزدوجة على نادي الزمالك، واثنين لا شيء. ما زال عبد الرحمن الحسيني أو عبد الرحمن سعودي على الإرسال. اثنين لا شيء في بداية اللقاء، وادي الترقب والانتظار للإرسال والتركيز. عبد الرحمن استقبال من رضا لياسين، اعداد خلفي لرضا هيكل قويه في اتحاد الصد، ترجع تاني محمد رضا لياسين، سريعه في مركز ثلاثه لمحمد المهدي، لسه الكوره مع نادي الاهلي. عصران احمد صلاح في مركز اثنين، يعديها سهله لعبه ياسين، احمد يوسف وخارج الملعب، ولكن في لمس لحائط الصد على الشبكه، والنقطه الاولى لنادي الزمالك، وياخد ياسين محمد معد فريق نادي الزمالك النقطه والارسال. ادي ياسين رقم 5، صاعد واعد، مستقبل للمنتخب زي عصران، وخارج الملعب. ما شاء الله عصران المباراتين اللي فاتوا يعني كانوا مباراتين اكتر من جيد جدا. احمد صلاح على الارسال، و3-1 للنادي الاهلي بدايه الشوط الاول في المباراه الفاصله والحاسمه من البيست اوف 3 لكاس مصر 22-23. صلاح، محمد رضا، ياسين للمهدي، ولكن محمد عبد المحسن، يا ولد يا عبد المحسن، طالع ومركز وشايف الكوره رايحه فين من المهدي، حط ايده في حائط الصد، تاتش ان داخل الملعب، والنقطه رقم 4 للنادي الاهلي. احمد صلاح سال سبايك، استقبال من لعبه لياسين، هيرفعها لهيكل في مركز 4، وهيكل يلعبها على التاتش ان في ايد عبد الله، وتنزل قدام احمد صلاح، ما يلحقهاش، و2-4، ويعود الارسال لنادي الزمالك مع احمد يوسف. احمد يوسف سال موجه لعصران، اعداد من عبد الله لاحمد صلاح، يا ولد كرة قوية من أحمد صلاح، ولكن يعني عايز يلف الكورة على الخط، كان مستنيها لعبة وتاتش إن داخل الملعب، و3-4.
ولا يهمك يا ابو صلاح، مفيش مشكله. احمد يوسف، ارسال من احمد يوسف، استقبال من عصران، عبد الله العصران في مركز اربعه. يا ولد يا ولد يا عصران، كره حلوه قوي من بين ايد حائط الصد رضا هيكل ومحمد المهدي اللي تقريبا ما طلعش على الكوره، ونقطه رقم خمسه لنادي الاهلي، وياخد عصران النقطه والارسال 5-3. ده احمد عزب، استقبال مش مظبوط لكن يطلع رضا ويشوطها في الشبكه، جت في ايد حائط الصد محمد عبد المحسن ونزلت في الشبكه، ونقطه رقم اربعه، والمهدي ياخد الارسال. محمد المهدي متوقعين طبعا كل يعني تقارب المستوى ده، فرقتين يعني ما شاء الله، لكن نتمنى النادي الاهلي يفوز بهذا اللقاء. وعصران وعبد الله وعصران مره ثانيه، يا ولد يا ولد، وفي لمس شبكه على النادي الزمالك، ونقطه رقم سته لصالح النادي الاهلي. لمس شبكه على رضا ولا مجدي؟ اعتقد على مجدي، هنشوف مره ثانيه ايه. ونقطه في الاخير للنادي الاهلي، محمد عبد المحسن، استقبال من لعبه رضا لهيكل، وحائط صد، لكن حائط صد تاتش ان داخل ملعب النادي الاهلي، وخمسه سته. محمد عبد المحسن او عبد الرحمن سعودي عفوا، بيطلع في تكنيك كده يعني على الشبكه بيعمله، بيفتح بيه الزاويه، بيخش بجسمه ناحيه حائط الصد فبيفتح الناحيه الثانيه تماما يعني. رضا هيكل، استقبال من عصران، اعداد مره ثانيه لعصران، تاتش اوت في ايد حائط الصد. يا ولد يا عصران، يلا يا عصران اشتغل بقى، خلي الاله تشتغل. وسبعه خمسه، عبد الله ما زال على الارسال، برافو عصران ما شاء الله على الارتقاء والتركيز في الضرب. وادي عبد الله، وهارد لك يا عبد الله في الشبكه، سته سبعه. محمد مصطفى كامل لعب على الارسال، وادي عبد المحسن ومحمد رمضان بدلاء النادي الاهلي. لعبه، استقبال من عصران او من عزب، اعداد، ويطلع صلاح تاتش اوت في حائط الصد، ياخد بيها النقطه رقم 8. من البدايه قلت لكم المباراه هتبقى صعبه، يعني هتبقى اللي هيفوز هيفوز بشق الانفس. محمد عصران على الارسال، لاعب النادي الاهلي رقم 9، ضارب مركز 4. عصران، ارسال هيلعبوا سبايك خارج الملعب، كره جوه الملعب، وقيس من عصران، برافو يا عصران. يعني الايحاء بتاع لعيبه نادي الزمالك، قال لنا ان الكره بره لكن مراقب الخط رقم 1 حسبها جوه الملعب، محمد ابراهيم محمد. ادي الكره مره ثانيه، يطلع عصران جوه الملعب على الخط، ياخد بيها النقطة 9-6. ومحمد عصران ما زال على الإرسال، إرسال موجه للعبة، تاني كورة يلعبها ياسين، ويطلع أحمد يوسف يلعبها من جنب إيد حائط الصد، وحاول عليها عبد الرحمن سعودي وعبد الله، وفي الأخير نقطة لنادي الزمالك. وهارد لك يا عصران، إن شاء الله سلامات، رجله في حاجة في الأنكل، إن شاء الله تكون سليمة ومفيش أي مشكلة. سلامات يا عصران، لسه بنتكلم وبنشجع فيك، مش عايزين نحسدك، ما شاء الله عليك يا ابني. رجله الأنكل يعني اتلوى تحته، وادي الجهاز الطبي مع نادي الزمالك، مع نادي الاهلي عفوا، بيطمنوا عليه كابتن محمود جمعه. في الاخير نقطه لنادي الزمالك، محمد مجدي على الارسال، 7-9.
مجدي، محمد مجدي جون، يوندر جارسيا، يطلع صلاح يا ابو صلاح، يا صلاح يا جميل، يطلع يحط الكره يخلص صلاح 10-7، ويعود الارسال مره اخرى لعبد الرحمن سعودي لاعب النادي الاهلي رقم 5. ادي كوره من صلاح اتعملت حلوه قوي قوي، باك كده قلب بيها الملعب لاحمد صلاح، يطلع يحطها داخل الملعب، وعبد الرحمن سعودي استقبال من لعبه لياسين احمد يوسف، وعايز يسقطها زي اللي فاتت، ولكن عين الصقر على الكوره، احمد صلاح يطلع بحائط صد سنجل على الشبكه على احمد يوسف، ياخد الكره تاتش ان داخل الملعب 11-7. عبد الرحمن سعودي ارسال، طلب كابتن احمد عاشور وقت المستقطع الاول ليه في الشوط الاول. انتهى الوقت المستقطع، ارسال ما زال مع عبد الرحمن سعودي للنادي الاهلي، ولسه الجهاز الطبي او الجهاز الفني لنادي الاهلي بيطمن على محمد عصران، وانا شايف ان هو الحمد لله ما شاء الله يعني عليه زي الفل. عبد الرحمن سعودي في الشبكه من عبد الرحمن، هارد لك يا عبد الرحمن، و8 11. ياسين على الارسال، ياسين محمد، لنادي الزمالك، استقبال من عصران، اعداد لعزب، يطلع يلف الكره من فوق على الشبكه من فوق رضا هيكل، من مركز 4 لمركز 1، ياخد بيها النقطه رقم 8، رقم 12، 12 8. واحمد صلاح على الارسال، ادي كره مره ثانيه، عبد الله ما لحقش طبعا يطلع، المهدي لعبها على طول احمد عزب من فوق رضا هيكل، احمد صلاح ارسال قوي وقيس ونقطة من ارسال لاحمد صلاح، كرة داخل الملعب يا لعيبة الزمالك بدون اعتراض، حتى كابتن احمد عاشور بيزعق يعني بيقول لهم سايبين الكرة ليه، الكرة جوه الملعب، و13 8. كرة نازلة ورا او بين خمسة، مركز 5 ومركز 6. وادي الكابتن حامد الروسي حكم الدوري الاماراتي بيقول لهم انا شايف الكرة وكلنا شايفينها. واحمد صلاح ما زال على الارسال، استقبال من لعبه لياسين، رضا هيكل يسقطها لكن يطلعها احمد عزب، تاني محمد رمضان لاحمد صلاح لاحمد يوسف، رضا هيكل مره الثانيه من مركز 4 يطلع يلعبها تاتش اوت في ايد عبد الله عبد السلام، والنقطه رقم 9 لنادي الزمالك، 9-13. احمد يوسف على الارسال لنادي الزمالك، احمد يوسف عفيفي، ارسال من اعلى، استقبال من احمد عزب لعبد الله، لاحمد عزب مره ثانيه، تاتش في ايد حائط الصد وتاتش اوت من محمد المهدي، ونقطه لصالح نادي الاهلي 14-9. احمد عزب على الارسال، استقبال من رضا لياسين، لعبه قويه من لعبه تيجي في حائط الصد يطلعها عصران، تاني عبد الله لاحمد صلاح ويحطها صلاح لكن رضا هيكل مستنيها، لاحمد يوسف للعبه في ايد حائط الصد تاتش اوت محمد عبد المحسن، 10-14. محمد المهدي ارسال لنادي الزمالك، لسه ما سخناش وصوتنا معليش في التعليق لان المباراه على وتيره واحده من البدايه، نقطه هنا ونقطه هنا، لكن في فارق دلوقتي للنادي الاهلي 4 نقاط. محمد المهدي، يوندر جارسيا، عبد الله لاحمد صلاح، يا ولد يا احمد، مستنيها ياسين، احمد يوسف،
لعبه ويطلع لعبه يحطها من فوق حائط الصد وخارج الملعب بدون تاتش، بدون ما تلمس ايد حائط الصد ولا اي لاعب من النادي الاهلي. والنقطه رقم 15 لنادي الاهلي. 15-10 محمد عبد المحسن في الشبكه وتعدي مفيش مشكله. ياسين يعلق الكره اللعبه ويطلع يشوطها جوه الملعب على الخط، ياخد بيها النقطه رقم 11. الكره دي تحسب لياسين. ياسين احيا الكره للعبه، حطها جوه الملعب من مركز 4 ل بين مركز 4 ومركز 5 المقابل. رضا هيكل بعد كابتن ميدو. رضا استقبال من احمد عزب، تاني كوره ويعديها عبد الرحمن سعودي، يلطشها في السكه وتنزل خلف حائط الصد، والنقطه رقم 16 للنادي الاهلي. برافو عبد الرحمن. عبد الله عبد السلام ارسال، سال سبايك من عبد الله، استقبال من احمد يوسف لرضا للعبه، ولكن الشوطه طبعا طبعا هتطلع بالمنظر ده لان الكوره مش مظبوطه. وفي الاخير نقطه للنادي الاهلي، وادي طبعا الحماس اللي موجود جوه الملعب، وشايف كانسن اوجباي لنادي الزمالك هينزل. كانسن هينزل، شوف هينزل مكان مين، المحترف التركي من اصول نيجيريه. عبد الله عبد السلام استقبال اعداد لرضا هيكل في مركز 2، يلعب على التاتش اوت، تيجي في ايد عصران وتخرج خارج الملعب، والنقطه رقم 12 لنادي الزمالك 12-17. محافظ النادي الاهلي على الفارق بين بينه وبين النادي الزمالك الخمس نقاط، من 4 لـ5 نقاط الفارق، ان شاء الله كده يحافظ عليه لحد اخر الشوط. وادي كانسن اوجباي سال، استقبال من يوندر جارسيا، اعداد لمحمد لعبد الرحمن سعودي، يطلع شوطها قويه تيجي في لاعب نادي الزمالك وتخرج خارج الملعب، واعتقد كاد جت في محمد مجدي، هنشوف ولا جت في مين. في الاخير نقطه للنادي الاهلي 18-12، ومحمد عصران على الارسال لنادي الاهلي. وادي عبد الرحمن سعودي قاعد كمان في البدلاء. عصران ارسال للنادي الاهلي، ارسال قوي لرضا. ياسين يلعبها لاحمد يوسف، بيطلع يشوطها لكن مستنيها عصران مره ثانيه، واحمد صلاح قويه وتاتش اوت خارج الملعب في ايد احمد يوسف، ونقطه لصالح النادي الاهلي 19-12. الله عليك يا صلاح، كره قويه من صلاح، معودنا على الضرب القوي احمد صلاح. وعصران طبعا اللي طالع يعني بديل لاحمد سعيد. اعتقد وقت المستقطع لكابتن احمد عاشور، الوقت المستقطع الثاني والاخير. ارسال ما زال او مع نادي الاهلي، هنشوف مين على الارسال. محمد عصران سال الاول ليه في هذا او في هذه اللعبه. عصران سال سبايك من عصران، تعدي من رضا ويطلع يحطها عبد الرحمن سعودي، هديه على الشبكه من رضا ويحطها سعودي داخل الملعب، والنقطه رقم 20 للنادي الاهلي. 7 نقاط فارق وخمس نقاط أو 8 نقاط فارق وخمس نقاط تفصل النادي الأهلي عن الفوز بالشوط الأول في هذا اللقاء الفاصل والحاسم لبطولة كأس مصر 2022-2023. محمد عصران
ارسال قوي من عصران واستقبال من كانسن لياسين. احمد يوسف يطلع يحطها لك. برافو محمد رمضان. تاني كوره مزنوقه لمزنوقه لكن يعديها احمد عزب. تاني عبد الله. احمد صلاح وفي ايد محمد مجدي وخارج الملعب. و21 12 البدايه جيده للنادي الاهلي والتركيز والحماس للفوز بهذا اللقاء والفوز ببطوله كاس مصر موسم 22-23. محمد عصران استقبال من كانسن. ياسين اعداد خلفي ليه سيف عابد اللي نزل وشطها حلوه. سيف تيجي في الملعب ما يلحقهاش احمد عزب ونقطه لصالح نادي الزمالك 13-21. محمد مجدي على الارسال لنادي الزمالك مفيش اي مشكله. الفارق مريح اللاعبين ومريح الجهاز الفني لكن مش عايزين نتهاون. محمد مجدي ارسال استقبال من احمد من عصران ولا احمد عزب. ده عزب يطلع يحط الكوره ويعديها داخل الملعب ياخد بيها نقطه 22-13. قريبين في الشبه من بعض هو وعصران. حاول عليها كانسن ولكن الكره اسرع منه وعبد الرحمن سعودي على الارسال لنادي الزمالك. استقبال من كانسن مش مظبوط لكن يطلع سيف يحط الكوره تيجي في ايد محمد عبد المحسن وتنزل في ملعبه ونقطه رقم 14 لنادي الزمالك وياخد سيف النقطه والارسال. سيف حسن عابد ارسال سيف سبايك جوه خارج الملعب. لا جوه الملعب انا شايفها جوه بصراحه. مراقب الخط كان خاطئ والحكم الاول قال ان هي جوه فعلا. و15 22 لسه بقول مش عايزين الفارق يخلينا يعني ايه نتهاون شويه. سيف حسن عابد ارسال مرة ثانية لكن خارج الملعب و23 15. يعود الارسال للنادي الاهلي. لسه بقول لحضراتكم الفارق مريح الجهاز الفني واللاعبين. ادي شايفين كابتن ميدو يعني ما شاء الله يعني متفائل وكلنا ان شاء الله متفائلين. واحمد صلاح على الارسال. احمد صلاح ارسال قوي من صلاح ونقطة مباشرة وإيس من الإرسال اتلعبت موجهة على كانسن أوجباي وأحمد يوسف. تيجي في كانسن أوجباي تخرج خارج الملعب و24 15 وجيم بوينت للنادي الأهلي. نقطة الشوط للنادي الأهلي الشوط الأول في اللقاء الفاصل في سلسلة البلاي أوف بيست أوف 3 كأس مصر 2022-2023. أحمد صلاح مرة تانية ارسال قوي احمد يوسف وينهي احمد صلاح الشوط الاول لصالح النادي الاهلي بنتيجة 25-15. نتمنى ان شاء الله نسير على هذه الوتيرة وهذا الحماس للنادي الاهلي عشان نخلص المباراة بدري بدري. في انتظار بداية الشوط الثاني مشاهدينا انتظرونا. مرة أخرى مشاهدينا الكرام في بداية الشوط الثاني بين فريقي الأهلي والزمالك. مشاهدينا مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي وأحباء النادي الأهلي منتظرين بداية الشوط الثاني. شوط أول جيد جدا من نادي الأهلي حتى الآن والفوز على نادي الزمالك 25-15. لو مشينا بالوتيرة دي وبالحماس ده إن شاء الله هنكسب 3 لا شيء ولكن اتوقع انتفاضه زملكاويه في الشوط الثاني
إلا إذا كان حماس النادي الأهلي أكتر وأكثر وأكبر للعيبة على نادي الزمالك. هنتابع مع حضراتكم ونشوف. إرسال هيكون مع النادي الأهلي. محمد عصران على الإرسال للنادي الأهلي. في انتظار إشارة كابتن وليد الخشن لكابتن حامد الروسي بعد ما يشوف ترتيب دوران الفرقتين داخل الملعب عشان يبدأ الشوط الثاني. شفنا ترتيب دوران أو شاف ترتيب دوران النادي الأهلي ويشوف ترتيب دوران نادي الزمالك. وهنبدأ الشوط الثاني على بركة الله. كابتن أحمد عاشور يعني اللي تحمل المسؤولية بعد يعني ما كابتن شريف الشمرلي اعتذر ومشي. ومحمد عصران على الإرسال للنادي الأهلي. إرسال عصران، استقبال من رضا مش مظبوط للعبة لمين؟ لرضا هيكل في مركز 2 يعديها سهلة مرة تانية. عصران إعداد لعصران في مركز 6 شوطة قوية لكن محمد رضا وأحمد يوسف يعني تردد هيخش هو ولا هيخش لعبة والاثنين اعتمدوا على بعض وفي الأخير نقطة للنادي الأهلي. لو شفنا الإعادة هنشوف إن أحمد يوسف بيبص لعصران بعد ما اتحرك وقف. بيبص عفوا للعبة. أدي عصران لاعب النادي الأهلي رقم 9 ضارب مركز 4. والنقطة الأولى للنادي الأهلي في الشوط الثاني. شوط أول لصالح النادي الأهلي. عصران استقبال من رضا لياسين إعداد خلفي لرضا هيكل لكن مستنيها عبد الله عبد السلام مرة ثانية. ياسين لرضا مرة ثانية. يا ولد يا رضا يا ولد يا رضا. يطلع يلف إيده حلوة من جنب إيد حائط الصد. حاول عليها الحقيقة محمد رمضان ولكن الكرة كانت أقصر وأسرع منه وفي الأخير نقطة لصالح نادي الزمالك. وشايف إن رشاد شبل نزل على الإرسال. أدي رشاد شبل لاعب رقم 9 لنادي الزمالك لاعب سنتر بلوك مركز 3. أحمد عزب وعبد الرحمن سعودي. يا ولد يا ولد يا سعودي. يطلع يخش يحط الكرة قوية من مركز 3 بيلف ريست إيده حلوة قوي ويلف ريست إيده في مركز 5 ياخد بيها النقطة رقم 2. أدي الكرة مرة تانية. أدي الكرة من جنب إيد حائط الصد ما يلحقهاش اسمه اللاعب رقم لاعب نادي الزمالك رقم 9 رشاد شبل. عبد الرحمن سعودي استقبال من احمد يوسف. رشاد يعديها ولا لعبه يعديها سهله. عبد الله احمد صلاح ولكن تلمس حائط الصد محمد مجدي والنقطه رقم 3 لصالح النادي الاهلي. 3-1. برافو عزب في الكره اللي فاتت. احمد عزب طلع كوره حلوه من يعني اسفل الملعب تحت كوره ميته. إرسال للنادي الأهلي مع عبد الرحمن سعودي. أحمد يوسف ياسين رضا هيكل تاتش أوت في إيد أحمد عزب وخارج الملعب ونقطة رقم 2 لنادي الزمالك. شايف سيناريو الشوط الأول بيتكرر من بداية الشوط الثاني. نتمنى إن شاء الله أنه يتكرر. رضا هيكل إرسال لرضا استقبال من عزب إعداد لمحمد عبد المحسن لكن يطلعها مرة ثانية وخارج الملعب تيجي في الحد الجانبي للملعب العصاية على الشبكة الهوائية الأنتنة ونقطة رقم 4 للنادي الأهلي. 4-2. وأحمد صلاح على الإرسال. ده خرجت جت في كرسي الحكم بره خالص. أحمد صلاح سال قوي من صلاح استقبال من احمد يوسف. ياسين قويه من لعبه لكن برافو احمد صلاح مره ثانيه. احمد عزب ولكن خارج الملعب من احمد عزب و3-4.
مفيش مشكله خالص، هو طلع من السبات احمد زي ما شفنا حضراتكم كده، ولعب الكوره ورست ايده مفتوح شويه بقوه زياده فخرجت خارج الملعب. دي توجيهات بقى المدير الفني، هو ايه اللي يعدل او يقول له ايه اللي حصل بالظبط. محمد مصطفى كامل لعبه، استقبال من عزب لعبد الله لاحمد صلاح، قويه في ايد احمد يوسف وتيجي في الشبكه وتنزل في ملعبه، وخمسه ثلاثه ويعود الارسال للنادي الاهلي. احمد عزب الشرباجي على الارسال، استقبال من لعبه لياسين، احمد يوسف في مركز اربعه قويه، ولكن محمد عبد المحسن قافل الزاويه تمام التمام وصح الصح، ياخد النقطه والارسال تاتش ان داخل ملعب نادي الزمالك، و6-3 لصالح النادي الاهلي. احمد عزب ارسال خارج الملعب، و4-6 محمد مجدي الجون على الارسال، استقبال من عصران، يطلع من عزب اصلا لعصران، ولكن في لمس شبكه على عصران وهو بيلعب الكوره، ما لمش ايده بسرعه في الاخير جت في الشبكه، ونقطه لصالح نادي الزمالك 5 6. محمد مجدي استقبال من عزب، اعداد لعصران في مركز اربعه قويه، ولكن خارج الملعب بدون تلامس بدون ما تلمس حائط الصد ولا اي لاعب من نادي الاهلي من نادي الزمالك. وفي كلام مع كابتن وليد الخشن اللي بيقول لهم ما لمستش حد، وفي الاخير التعادل 6 6. محمد مجدي واستقبال من عزب مش مظبوط، ويا ولد يا ولد، يعني سبحان الله حظه حلو في الكره اللي فاتت دي، الكره عدت كان طالع يلعبها لاعب نادي الزمالك، ولكن يعني تخدعه على الشبكه وتأسرع منه وتيجي في ملعب نادي الزمالك، و7 6. ونركز شويه في الكره الاولى للنادي الاهلي، دخل هو ويندر جارسي على بعض، وكان طالع ياسين تيجي يعني تعدي الكره، في الاخير نقطه للنادي الاهلي. ياسين مرة تانية، رضا هيكل قوية من مركز اثنين، ما يلحقهاش محمد عبد المحسن، والتعادل 7-7. ولا أحمد صلاح؟ أعتقد عبد المحسن اللي كان في الكورة اللي فاتت. وياسين محمد على الإرسال. ياسين معد فريق نادي الزمالك، لاعب منتخب مصر للشباب. ارسال موجه، اعداد لعبد الله لاحمد صلاح في مركز اثنين، يا ولد يا صلاح، ولكن يعني فيها قوه زياده من صلاح، ورست ايده مفتوح سنه، وفي الاخير تخرج زي ما شفتوا حضراتكم كده خارج الملعب، ويتقدم نادي الزمالك 8 7. ومش عايزين النادي الاهلي يتهاون في الكوره، وطبعا كابتن اعتقد كابتن مصلح هيطلب وقت مستقطع، هنشوف ونتابع مع حضراتكم، لسه ما طلبش. عبد الله عصراني سقط الكرة لكن لسه في الملعب، رضا شب رشاد شب لرضا هيكل حطها سهلة داخل الملعب، ويتسع الفارق لتسعة سبعة. شايف تجهيز للويجي رندازو بره، اتعملت حلوة من جنب حائط الصد، محمد عصران حاول عليها أحمد عزب ما لحقهاش. في الأخير ياسين على الإرسال، أو ما زال على الإرسال لنادي الزمالك. استقبال، إعداد خلف لأحمد صلاح قوية، جوه الملعب ولا خارج؟ جوه الملعب، أنا شايفها جوه. والكابتن حامد الروسي
كرة جنبه فقال إن هي جوه الملعب، وفعلا هي جوه الملعب 8-9. ادي الكرة اهي مرة تانية. جوه الملعب في آخر الملعب في مركز 5. نقطة لصالح النادي الأهلي. عبد الله إرسال ولكن خارج الملعب من عبد الله. 10-8. أحمد يوسف على الإرسال. استقبال من يوندر جارسيا مش مظبوط، عبد الله ولكن الكرة عدت. كابتن حامد الروسي بيقول إن الكرة عدت. 11-8. أيوة كابتن ميدو متأخر قوي الوقت المستقطع. انتهى الوقت المستقطع والارسال مع نادي الزمالك. احمد يوسف على الارسال، والنتيجه في الشوط الثاني 11-8 لصالح نادي الزمالك، شوط اول لصالح النادي الاهلي 25-15. احمد يوسف استقبال من عبد الرحمن سعودي في ايد رشاد شبل وخارج الملعب تاتش اوت. و 9-11. ياخد الارسال محمد عصران. محمد عصران خارج الملعب. 12-9. رشاد شبل على الإرسال. استقبال من أحمد عزب لعبد الله. لأحمد عزب مرة تانية في مركز 4. يا ولد يا ولد يا عزب، اتصرف في الكورة تصرف صح وشايف الملعب برؤية كويسة. يحط الكورة في إيد رضا هيكل وتاتش أوت خارج الملعب. ياخد بيها، أدي الكورة مرة تانية أهي، ياخد بيها نقطة لصالح النادي الأهلي و 10-12. عبد الرحمن سعودي على الإرسال. استقبال من أحمد يوسف لياسين للعبة تاتش في إيد عبد المحسن، لكن عبد الله، برافو عبد الله، يلحقها لعصران. يا ولد يا ولد يا ولد يا أبو صلاح يا جامد، يطلع يحط كرة حلوة قوي بعد الكرة ما جت في إيد حارس الصدر ولحقها عبد الله عبد السلام لعصران، يرفعها على احمد صلاح في مركز 2. يحط كوره حلوه قوي قوي ان بتوين من بين ايد حائط الصد داخل الملعب في مركز 5 او في مركز 1، ياخد بيها نقطه رقم 11. عبد الرحمن سعودي ارسال موجه. احمد يوسف، ياسين اعداد خلفي لرضا هيكل، لكن حائط صد جيد من عبد المحسن للعبه لاحمد يوسف، يعديها تاني للنادي الاهلي. كرة سريعة، كرة سريعة نخلص بيها ويخلص صلاح، لسه ما خلصتش. رضا هيكل، ياسين للعبة مرة تانية في مركز 4 في إيد حائط الصد، عبد المحسن وخارج الملعب. هارد لك 13-11. رضا هيكل على الارسال لنادي الزمالك. كرة قوية ولكن خارج الملعب. أنا شايفها خارج الملعب. حكم الروسي بيقول إن الكرة جوه الملعب. واسم الإرسال على أحمد عزب. رضا هيكل مرة ثانية و14 11. خارج الملعب من رضا هيكل و 12-14.
احمد صلاح على الارسال للنادي الاهلي. الشبكه من صلاح، هارد لك. 15 12 لسه بدري، لسه بدري. محمد مصطفى كامل لاعب نادي الزمالك رقم 22 الشهير بلعبه. سال سبايك من لعبه، استقبال من يوندر جارسيا. عبد الله لاحمد عزب، قويه في حاله الصد، يلحقها رضا. مره ثانيه لعبه لاحمد يوسف، يعدي الكوره يستقبلها صلاح. عبد الله، احمد عزب، يا ولد يا ولد، ولكن يعني لف ريست ايده زياده شويه فخرجت خارج الملعب. تتظبط المره الجايه يا ولد ولا يهمك. و16 12 لصالح نادي الزمالك. عايز يعملها كده بدهاء من على الشبكه ولكن تطلع خارج الملعب. وشايف حسام يوسف واحمد قطب نازلين مكان عبد الله واحمد صلاح. لعبه ما زال على الارسال. ادي احمد عوض لاعب نادي الاهلي رقم 15 لاعب مركز 2. استقبال من عزب لحسام يوسف لعزب مره ثانيه، يطلع يحطها يطلعها رضا هيكل. محمد رضا، رضا هيكل في مركز 2. ويا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا عصران، حائط صد قوي ثلاثي من النادي الاهلي على رضا هيكل. في الاخير تطلع تيجي في ايد عصران وتنزل داخل الملعب، ونقطه لصالح النادي الاهلي 13 16. ويخرج عصران وينزل لويجي رانداتزو المحترف الايطالي. خارج الملعب 17 14. محمد مجدي على الارسال لنادي الزمالك. استقبال من لويجي حسام للويجي مره ثانيه في مركز 4 في اتحاد الصد، طلع عرضه هيكل لياسين. احمد يوسف مره ثانيه لويجي حسام، اعداد خلفي لاحمد قط بيسقطها ويلعبها على التاتش وتيجي في ايد احمد يوسف وتخرج خارج الملعب. والنقطة رقم 14 لصالح النادي الأهلي. محمد عبد المحسن على الإرسال للنادي الأهلي، آدي الكورة لعبها لعبها، جت إيد أحمد يوسف وخارج الملعب، برافو أحمد قطب. محمد عبد المحسن استقبال من لعبة لياسين، سريع رضا شبل لكن برافو أحمد عزب ويطلع لويجي. يا ولد يا ولد من الكرة الثانية يحطها داخل الملعب من مركز 4 لمركز 6، ياخد بيها النادي الاهلي النقطه رقم 15. طالع من الثبات لويجي، والحقيقه يعني عملها حلوه قوي داخل الملعب. وفي الاخير نقطه و15 17 لمحمد عبد المحسن. ارسال استقبال من لعبه لياسين، احمد يوسف في مركز 4 قويه ولكن في لمس شبكه على احمد قطب، ونقطه رقم 18 لصالح نادي الزمالك. ياخد ياسين محمد معد فريق نادي الزمالك الإرسال. ياسين استقبال من عزب لحسام يوسف لويجي. يا ولد يا ولد، يطلع يحط الكرة على التاتش اوت في ايد رضا هيكل، والنقطة رقم 16 للنادي الأهلي. وياخد احمد قطب الارسال. يلا يا احمد نعدي الارسال، نركز بس في الارسال شويه. برافو قطب، استقبال من احمد يوسف لياسين، اعداد خلفي مره ثانيه لياسين وجوه الملعب لاحمد يوسف. من احمد يوسف كره قويه داخل الملعب من مركز 2، ياخد بيها نقطه الارسال 19 16 لنادي الزمالك في الشوط الثاني.
استقبال احمد عزم لحسام يوسف سريع لعبد الرحمن سعودي. يا ولد انا شايف الكره جوه بس يمكن انا اختلف نظري، لكن الكره في الاخير نقطه لنادي الزمالك، ويطلب الكابتن ميدو الوقت المستقطع الاول او الثاني ليه في الشوط الثاني. انتهى الوقت المستقطع، هينزلوا فرقتين ارض الملعب. كابتن ميدو استنفذ الوقتين المستقطعين بتوعه في هذا الشوط. ارسال مع نادي الزمالك، احمد يوسف عفيفي على الارسال، احمد يوسف استقبال من احمد عزب لعبد الله لويجي في اتحاد الصد، يطلع احمد يوسف لرضا لمحمد رضا، هتعدي سهله من اللعبه يوندر جارسيا لعبد الله وسريعه حلوه لعبد الرحمن سعودي، ولكن حائط صد من نادي الزمالك مره ثانيه، لعبه قويه تاتش اوت في اتحاد الصد من عبد الرحمن سعودي وتغير اتجاهها ما يلحقهاش يوندر جارسيا، ونقطه لصالح نادي الزمالك. واحد وعشرين ستاشر، احمد يوسف مازال على الارسال، احمد عزب عبد الله سريع لعبد الرحمن سعودي، تاتش ايد رشاد شبلي خارج الملعب، والنقطه رقم 17 للنادي الاهلي. لويجي رندازو على الارسال، تغيير لنادي الاهلي، هيخرج لويجي وينزل محمد عصران. لسه الشوط في ايدينا يا رجاله، نركز بس شويه. محمد عصران في الشبكه و22 17 رشاد شيب، ارسال لنادي الزمالك، استقبال من عصران لعبد الله لاحمد عزب قويه ولكن خارج الملعب، و23 17 رشاد شيب، احمد عزب، عبد الله سعودي، يا ولد يا ولد يا عبد الرحمن، يطلع ياخد الكره ويقفل ريست ايده حلوه قوي من فوق ايد حائط الصد داخل الملعب، ياخد بيها نقطه رقم 18 وياخد الارسال عبد الرحمن سعودي. استقبال احمد يوسف، ياسين، محمد مجدي في ايد محمد عبد المحسن وتنزل جنب احمد عزب ما يلحقهاش، و24 18 جيم بوينت لنادي الزمالك. رضا هيكل وادي الكابتن عبد الله بيقول لهم خلاص مفيش مشكله، رضا هيكل استقبال جيد، اعداد من عبد الله لعزب يحطها حلوه، عزب في ايد محمد مجدي وتنزل خلف حائط الصد لنادي الزمالك، وتاتش ان ونقطه لصالح النادي الاهلي 19 24. احمد صلاح على الارسال للنادي الاهلي، يلا ابو صلاح، سل وحش قوي من احمد صلاح لكن هارد لك، وينهي نادي الزمالك
الشوط الثاني لصالحه 25-17. إذن شوطين حتى الآن، شوط أول لصالح نادي الأهلي 25-15، والشوط الثاني لصالح نادي الزمالك 25-19. مشاهدينا الكرام، إن شاء الله الشوط الثالث يكون من نصيب النادي الأهلي، والرابع بإذن الله وينهي المباراة. وفي انتظار بداية الشوط الثالث مشاهدينا، انتظرونا. حقيقة شوط للنسيان في الشوط الثاني، وإن شاء الله الشوط الثالث يكمل النادي الأهلي الفوز بالثالث، وبإذن الله بعديه كمان الرابع بنفس الحماسة بتاع الشوط الأول، ويفوز إن شاء الله بكأس مصر. نتمناها إن شاء الله ليلة حمراء بإذن الله للنادي الأهلي. في انتظار طبعا بداية الشوط الرابع أو الشوط الثالث عفوا، اللي يعني وقت الراحة بين الشوطين مدته 3 دقائق، يعني على وشك الانتهاء. وشايف طبعا تعليمات من كلا المديرين الفنيين، كابتن ميدو والجهاز الفني، وهنشوف طبعا التعليمات هتكون ايه وتنفيذها في الملعب ازاي في الشوط الثالث. هنتابع مع حضراتكم البدايه. زي ما قلت لحضراتكم، 9 لقاءات جمعت بين الفريقين في هذا الموسم، 6 لقاءات لصالح النادي الاهلي و3 لقاءات لصالح نادي الزمالك، وان شاء الله اللقاء العاشر هيكون لصالح النادي الاهلي. فريق النادي الاهلي بيجهز على الخط، نزل ارض الملعب بدون تغييرات. شايف حسام يوسف بيدي طبعا لمحمد عصران توجيهات وخبره السنين من حسام يوسف للاعب الشباب محمد عصران. نفس فريق نادي الزمالك بدون تغيير، والارسال هيكون مع نادي الزمالك. تعليمات من الجهاز الفني للنادي الاهلي. ارسال زي ما قلت لحضراتكم مع نادي الزمالك، ارسال بادئ من يمين الملعب من الشوط الاول. احمد يوسف على الارسال لنادي الزمالك. استقبال من يوندر جارسيا، عبد الله سريع على عبد الرحمن سعودي، لكن حائط صد عبد الرحمن الحسيني اللي نزل، وقويه من احمد عزب، تاتش ان في ايد حائط الصد وداخل الملعب، والنقطه الاولى لصالح النادي الاهلي في ايد رشاد شبه وتنزل داخل ملعبه. يعود الارسال للنادي الاهلي، عبد الرحمن سعودي على الارسال. يلا عبد الرحمن، الاستقبال من رضا مش مظبوط، لكن يعلقها له حلوه. ياسين ترجع تاني لرضا، ويشوطها رضا هيكل في ايد حائط الصد وخارج الملعب، تاتش اوت اعتقد محمد عبد المحسن. 1-1 لسه في بدايه الشوط، لازم يبقى في حماسه اكتر من كده ان شاء الله. ادي الكوره مره ثانيه، استقبال عبد الرحمن الحسيني، عبد الله، احمد صلاح قويه في حائط الصد، رشاد شبل لياسين، لعبه قويه في ايد عبد المحسن مره ثانيه، اعداد للمره الثانيه حلوه لاحمد صلاح، ولكن في لمس شبكه على محمد مصطفى كامل لعبه لاعب نادي الزمالك، ونقطه لصالح النادي الاهلي 2-1.
وياخد احمد صلاح الارسال. احمد صلاح القاوي، استقبال من محمد رضا لياسين، اعداد خلفي لرضا هيكل، ولكن يطلع يحطها في ايد احمد عزب وتنزل تاتش ان داخل ملعب نادي الزمالك، و3-1 للنادي الاهلي. كان عايز يلعبها على الخط رضا، ولكن كان قافل الخط احمد عزب كويس. واحمد صلاح على الارسال، احمد صلاح سال سبايك قوي، استقبال جيد من احمد يوسف. رضا هيكل للعبه في مركز اربعه، قويه حلوه، ولكن تطلع مره ثانيه من عبد الرحمن الحسيني للعبه مره ثانيه، تاتش اوت في ايد عبد المحسن وتخرج خارج الملعب، واثنين ثلاثه. رضا هيكل سال قوي، استقبال من عبد الرحمن الحسيني حلو قوي. تاني كرة لاحمد عزب، تاتش في ايد حائط الصد، لكن رضا هيكل مستنيها. ياسين للعبه في مركز اربعه، عايز يسقطها من جنب ايد عبد الله، ولكن تيجي في ايد عبد الله وتخرج تاتش اوت، ونقطه والتعادل 3-3. رضا هيكل سال قاوي، استقبال من احمد عزب لعبد الله، لاحمد عزب مره ثانيه في مركز اربعه، قويه في ايد حائط الصد محمد مجدي، لكن يطلع احمد صلاح عايز يلعبها من المنطقه الخلفيه، ولكن تيجي في الشبكه، واربعه زمالك 3 الاهلي. رضا هيكل استقبال من عبد الرحمن الحسيني لعبد الله لاحمد صلاح، يطلع يشوطها ولكن خارج الملعب من صلاح، 5-3. رضا استقبال من عبد الرحمن الحسيني، احمد عزب، يوندر جارسيا، تعدي سهل لنادي الزمالك لمحمد رضا، لياسين كوره في مركز اربعه لعبه وقويه في ايد عبد الله وخارج الملعب، تاتش اوت، و6-3. ميدو يطلب الوقت المستقطع الاول ليه في هذا الشوط، كابتن محمد مصلحي عشان يوقف نزيف النقاط. ارسال مع نادي الزمالك، رضا هيكل على الارسال. ارسال قوي وتعدي، برافو عبد الله، يلاقيها في ايده حلوه. احمد صلاح المره الثالثه خارج الملعب، 7-3. تغيير لنادي الاهلي، هنشوف مين اللي نزل ومين اللي خرج. رضا هيكل على الارسال، احمد صلاح خرج،
واعتقد احمد قطب اللي نزل ولا مين في الشبكه. احمد قطب فعلا 4-7. يلا رجاله يلا احمد يا عزب نركز في الارسال يا عزب مش عايزين نضيع. احمد عزب الشرباجي ارسال موجه على احمد يوسف لياسين قويه من محمد مجدي تاتش ايد عبد الرحمن الحسيني وخارج الملعب و8-4. محمد مصطفى كامل لعب على الارسال. احمد عزب عبد الله عبد السلام عبد الرحمن الحسيني تاتش اللي يحقق محمد رضا رضا هيكل احمد يوسف قويه في اتحاف الصد ولمس شبكه على عبد الله. كابتن وليد بيقول لمس شبكه على عبد الله لكن انا شايفها على محمد على اللاعب محمد عبد المحسن. على عبد الله على عبد الله و9-4. محمد مصطفى كامل لعبه ارسال وادي عبد الرحمن الحسيني منتظر الكوره. استقبال جيد من يوندر جارسيا لعبد الله سريع عليه محمد عبد المحسن لعبه ياسين اعداد خلفي لعبد رضا هيكل يطلع يشوطها قويه من جنب ايد حائط الصد الفردي بتاع او اللاعب محمد عبد الرحمن الحسيني تيجي في ايد يوندر جارسيا وتقف تحت منه و10-4. في الشبكة و15 محمد عبد المحسن محمد رضا ياسين محمد أحمد يوسف ولكن خارج الملعب ونقطة لصالح النادي الأهلي 16. يلا يا رجالة محمد عبد المحسن لعبه ياسين لعبد رضا هيكل يحطها حلوه رضا من فوق قاعة الصد داخل الملعب من مركز 2 لمركز بين مركز 5 ومركز 6 ياخد بيها نقطه رقم 11. لمس الخط محمد مجدي وهو بيلعب الارسال ونقطه لصالح نادي الاهلي 7-11. حسام يوسف على الارسال للنادي الاهلي سلك حلو من حسام للعبه لياسين احمد يوسف سقطها لكن لسه احمد قطب تاني حسام لأحمد قطب يا ولد يا قطب لكن لسه يطلعها لعبة حلوة رضا يعدي الكرة سهلة أحمد عزب حسام يوسف يعديها الحسيني سهلة تاني كرة مع نادي الزمالك لمركز 4 أحمد يوسف في حائط الصد ولكن لمس شبكة على أحمد قطب و12-7. ياسين محمد على الإرسال يوندر جارسيا خارج الملعب برافو يوندر
المحترف الكولومبي في صفوف النادي الأهلي. تقدير جيد جدا لكرة وثمانية 12. عبد الرحمن الحسيني على الإرسال. يلا حسيني. سال حلو من حسيني، استقبال من محمد رضا لياسين، سريع على رشاد شبلي. يا ولد يا ولد يا عبد الرحمن يا سعودي، حائط صد سنجل بلوك على رشاد شبلي، يطلع بعينه شايف الكوره وقاري الملعب كويس قوي، يطلع ياخد حائط الصد وينزل داخل ملعب نادي الزمالك، ونقطه لصالح النادي الاهلي، ويطلب احمد عاشور الوقت المستقطع الاول ليه في الشوط الثالث. نتيجه 9 الاهلي 12 الزمالك في الشوط الثالث، 1-1 في الاشواط. انتهى الوقت المستقطع. ارسال مع النادي الاهلي. عبد الرحمن الحسيني على الارسال. يلا رجاله يلا رجاله. ارسال جيد موجه للعبه احمد يوسف. رضا هيكل قويه في ايد حائط الصد، ويا على الحظ يا على الحظ، والكره خدمت رضا هيكل، طلع شاط الكرة في ايد حائط الصد، تنزل في ملعب نادي الزمالك في راس رضا هيكل، وتخرج او تنزل ورا حائط الصد داخل ملعب النادي الاهلي. ادي الكرة مرة ثانية، حائط صد فولاذي على الشبكة، ولكن الحظ خدم النادي الزمالك في الكرة اللي فاتت. واحمد قطب، يا ولد يا قطب يا ولد يا قطب، ولكن كرة تلمس حائط الصد وخارج الملعب. وادي الكابتن وليد الخشن بيشاور ان الكرة لمست لاعب نادي الزمالك، هنشوف مين اللي لمسته، ولكن في الاخير نقطه لصالح النادي الاهلي. 10-3. عبد الرحمن سعودي، يلا سعودي. استقبال من محمد رضا لياسين، يطلع شوط رشاد شبلي خارج الملعب. تمام 11-13. يلا يا رجاله، نقطتين بعد ما كان الفريق 5 نقط واربع نقط، نحاول نجيب النقطتين دول. ادي كرة عبد الرحمن السعودي، ارسال للنادي الاهلي، استقبال من احمد يوسف لياسين، اعداد خلفي لرضا هيكل قويه تيجي في حسام يوسف وتخرج خارج الملعب، ويعتذر له رضا هيكل، وفي الاخير نقطه لصالح نادي الزمالك 14-11. يعود الارسال لنادي الزمالك. رشاد شب، استقبال من احمد عزب لحسام، لاحمد مره ثانيه، يلعبها مش كويسه لكن ترجع ثاني للنادي الاهلي من حظه. ثاني كوره احمد قد، رشاد شبل، ياسين لرضا هيكل، وشوطها تيجي في يوندر جارسيا وتخرج خارج الملعب، و15-11. رشاد شب، استقبال من الحسيني، احمد قض قويه ولكن حائط صد سنجل بلوك من لعبه على احمد قض، عايز يلعبها على الخط، وفي الاخير تيجي تاتش ان داخل ملعب النادي الاهلي، و16-11. وقت مستقطع الثاني للكابتن ميدو في الشوط الثالث، نتمنى توجيهات كابتن ميدو تنفذ على ارض الملعب بطريقه صحيحه. انتهى الوقت المستقطع للكابتن ميدو الثاني والاخير، وبيشاور له كابتن وليد الخشن، بيقول له ده اخر وقت مستقطع في الشوط ده. رشاد شبل ما زال على الارسال لنادي الزمالك. الحسيني لحسام يوسف، يطلع يحطها احمد عزب، تاتش في ايد حائط الصد وخارج الملعب،
ونقطة لصالح النادي الأهلي 12 16. أحمد قطب على الإرسال لنادي الأهلي. كرة قوية، استقبال من أحمد يوسف، ولكن كرة عدت ملعب النادي الأهلي، وياسين عدى إيده ملعب النادي الأهلي، وده خطأ في الكرة الطائرة، ونقطة لصالح النادي الأهلي 13 16. أحمد قطب سال قوي ولكن خارج الملعب من قطب، هارد لك 17 13. رضا هيكل على الارسال لنادي الاهلي، نادي الزمالك عفوا. استقبال من الحسيني لاحمد عزر، هيرجعها تاني الحسيني جوه ملعب نادي الزمالك. محمد رضا لياسين، كرة سريعة في مركز ثلاثة قوية من محمد مجدي، ما طلعش أحمد عزب، قفل مع محمد عبد المحسن، يشوطها الحسين، يشوطها محمد مجدي داخل الملعب، ونقطة لصالح نادي الزمالك 18 13. رضا هيكل خارج الملعب من رضا هيكل 14 18. شايف لويجي هينزل مكان الحسيني، احمد عزب على الارسال لنادي الاهلي، استقبال من احمد يوسف لياسين للعبه قويه ولكن خارج الملعب بدون تلامس، بدون ما تلمس احد، و15 18. واحمد عزب ما زال على الارسال للنادي الاهلي، استقبال من احمد يوسف مره ثانيه لياسين، لعبه في مركز اربعه لكن احمد قطب مستنيها لويجي، حسام يوسف يطلع يشوطها في ايد محمد مجدي، تاتش ان داخل ملعب النادي الاهلي و19 15. محمد مصطفى كامل لعب على الارسال، سال قوي، استقبال من احمد عزب، حسام يوسف يطلع يحطها قويه لويجي، تاتش اوت، يتحط الصد، و16 19. محمد عبد المحسن على الارسال للنادي الاهلي، عبد المحسن استقبال من رضا لياسين لرضا هيكل في مركز اثنين قوية، يا ولد يا ولد يا ولد، على حائط الصد من حسام يوسف، تاتش ان داخل ملعب نادي الزمالك بنقطة، والنتيجة ادي الكرة مرة ثانية اهي، يطلع حسام يقفل الطريق على رضا اللي كان عايز يلعبها من جنب ايد حائط الصد، ولكن في الأخير تنزل داخل ملعب نادي الزمالك و17 19. محمد عبد المحسن استقبال من لعبة ياسين، أحمد يوسف تاني كورة، أحمد قطب، حسام يوسف لويجي، يا ولد يا ولد يا ولد يا لويجي، فينك يا راجل من زمان، 18 19 بيقول لهم الكورة بالعقل زي ما شفنا إشارته، و 18 الأهلي 19 الزمالك. طبعا أحمد عاشور كابتن أحمد عاشور مدير فني نادي الزمالك يطلب الوقت المستقطع ل يعني زي ما ايه ما بنقول لايقاف نزيف النقاط، لكن احنا ان شاء الله مش عايزينها تقف، عايزينها تكمل على كده، وهنتابع مع حضراتكم بعد انتهاء الوقت المستقبل. يلا يلا بودي يلا بودي، انتهى الوقت المستقطع. محمد عبد المحسن ما زال على الارسال للنادي الاهلي، ارسال جيد من عبد المحسن لمحمد رضا،
لرضا هيكل من ياسين تاتش اوت يدفع في الصد لويجي و20 الزمالك 18 النادي الاهلي. مفيش مشكله نحافظ على الحماسه يا جماعه. يلا محمد مجدي على الارسال لنادي الزمالك. استقبال من احمد عزب لحسام يوسف لويجي قويه حلوه 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 يا ولد يا ولد على الكره الرائعه على الشبكه ورؤيه ثاقبه للملعب من لويجي يطلع يلف ريست ايده من مركز اربعه قويه داخل ملعب نادي الزمالك في مركز اربعه المقابل كره قطريه جميله ياخد بيها النقطه رقم 19 و19 20. حسام يوسف على الارسال للنادي الاهلي. استقبال من لعبه ياسين احمد يوسف مركز اربعه خارج الملعب بدون تلامس والتعادل 20-20. يلا يا رجاله لسه في ايدينا ناخد الشوط الثالث. كره حلوه حلوه خارج الملعب من احمد يوسف وحسام يوسف على الارسال. استقبال مره ثانيه من لعبه لياسين رضا هيكل ويطلع يشوطها ولكن خارج الملعب ايضا و21 الاهلي 20 الزمالك. ايوه كده ايوه كده طلعوا صوتنا شويه. الكره تيجي في العصا الهوائيه خارج الملعب ونقطه لصالح نادي الاهلي 21-20. حسام يوسف برافو حسام. محمد رضا ياسين لرضا هيكل ويا ولد يا ولد يا محمد يا عبد المحسن وانت ولويجي اللي يطلع ياخد حق الصد تاتش ان داخل ملعب نادي الزمالك و22 الاهلي 20 الزمالك. رضا كان عايز يلعب على الخط قفل له الخط تماما لويجي وياخد بيها النقطه رقم 22. حسام يوسف استقبال من كانسن اللي نزل وحشه لكن تعدي النادي الاهلي مره ثانيه. حسام يطلع لويجي شوطه في حائط الصد. محمد رضا ياسين محمد وكانسن يطلع يحط الكوره تاتش في حائط الصد ويعديها محمد رمضان ولكن يعني حاول يعديها وفي الاخير نقطه لصالح نادي الزمالك 21-22. ناخد ارسال ثاني يا شباب نرجع الكوره ثانيه. ياسين محمد ياسين محمد معد فريق نادي الزمالك. استقبال من لويجي حسام يوسف يا ولد يا ولد يا ولد الكرة وحسام بيرفعها وانا بقول يا ولد حلوة يا حسام حلوة يا عبد الرحمن يا سعودي يطلع عبد الرحمن يعني بدون حائط صد على الشبكة ياخد بيها النقطة رقم 23 و23 21. لويجي على الإرسال. إرسال سبايك في الشبكة وتعدي محمد رضا ياسين لكانسل أوباي خارج الملعب و24-21 جيم بوينت للنادي الاهلي. نقطة الشوط لصالح النادي الاهلي. برافو يا رجاله. استعدنا الشوط تاني. ان شاء الله يخلص على كده. لويجي. ارسال قوي يطلعها لعبه. لياسين كانسن اوباي يحطها جوه الملعب من فوق ايد حائط الصد و22-24 وما زلنا جيم بوينت لصالح نادي الزمالك. كانسن اوباي على الارسال بعد ما خد الكوره اللي فاتت. كانسن كوره اولى يا شباب
لسه كوره، لسه كوره في الملعب. حسام يوسف، احمد قض يعديها سهله، محمد رضا، ياسين لعبه ويطلع لعبه يحط الكوره يعني في قض ما كانش لسه متوقعها وتيجي في الاخير نقطه لصالح نادي الزمالك 23-24. يلا يا شباب كره اولى يا شباب عشان ناخد الشوط. كانسل اوجباي على الشاب على الارسال. الشبكة وتعدي والتعادل 24-24. كانسل ما زال على الإرسال. استقبال من احمد عزب، حسام يوسف، احمد قض، ولكن حائط صد من رشاد شبلي داخل الملعب تاتش ان ونقطه لصالح نادي الزمالك 25-24. اصبحت كوره جيم بوينت لصالح نادي الزمالك. وفي كلام بين حسام يوسف والكابتن حامد الروسي. هذه الكوره مره ثانيه، نشوف الاعتراض، وجه الاعتراض على ايه. الكرة جت في العصا الهوائية من أحمد قض. خمسة وعشرين أربعة وعشرين الشوط الثالث. بدون نقاط. كانسل اوجباي ما زال على الارسال ونقطه وجيم بوينت لصالح نادي الزمالك. استقبال من يوندر جارسيا، حسام يوسف، حلوه لعبد الرحمن سعودي، تيجي في ايد كانسل وتنزل داخل الملعب والتعادل 25-25. عبد الرحمن سعودي على الارسال، يلا يا رجاله، يلا يا شباب. استقبال من محمد رضا لياسين، رضا هيكل، تاتش في حائط الصدي، طلعها محمد رضا مره ثانيه، لعبه وما تعديش. و26 للنادي الاهلي، 25 لنادي الزمالك، وجيم بوينت لصالح النادي الاهلي. يلا يا رجاله، يلا يا رجاله، حائط صد واحد بس يفرق الشوط ده. عبد الرحمن سعودي. يلا عبد الرحمن. استقبال من محمد رضا لياسين، للعبه في ايد حائط الصد مره ثانيه محمد رضا، ياسين لعبه مره ثانيه، ولسه الكوره، لسه احنا قلنا خلصت لكن لسه الكوره. وفي الاخير كوره من عبد الرحمن سعودي يجيب التعادل لنادي الزمالك 26-26. يعود ارسال لنادي الزمالك، رشاد شبلي. استقبال من لويجي، حسام، احمد قض، قويه في حائط الصد، لكن مره ثانيه رضا هيكل، ياسين، لعبه في مركز اربعه ويحطها جوه الملعب، جوه الملعب، ونقطه لصالح نادي الزمالك 27 زمالك 26 الاهلي. وما زلنا
في الشوط الثالث، ورشاد شبل على الارسال لنادي الزمالك. رشاد شبل استقبال من احمد عزب، مره ثانيه ياخدها ويطلع يشوطها خارج الملعب، ولكن تطش في حائط الصد، ونقطه لصالح النادي الاهلي، والتعادل 27-27. وما زلنا في الشوط الثالث، لم يحسم حتى الان الاهلي والزمالك 27-27. كابتن ميدو هيعمل تغيير، ناديه لعبد الله وناديه لاحمد صلاح، لكن ما فيش تغيير اخر في التغيير. كابتن صلحي احمد قطب على ارسال النادي الاهلي، زي ما قلت لحضراتكم من بدايه المباراه، مباراه صعبه جدا. استقبال من احمد يوسف لياسين، رضا هيكل في مركز 2، قويه قويه من رضا، ما يلحقهاش احمد قطب، و28 الزمالك 27 الاهلي، وجيم بوينت لصالح نادي الزمالك. رضا هيكل اتفرج ياسين، واعتقد نزل المهدي على الشبكه، بنزل محمد عفيف، وينهي نادي الزمالك الشوط الثالث لصالحه 29-27. اذا شوطين حتى الان للنادي الزمالك على النادي الاهلي، شوط اول وثالث 25-19 و29-27. شوط اول للنادي الاهلي 25-21، في انتظار بداية الشوط الرابع اللي يعني إن شاء الله يكون فيه يعني نصيب، والنادي الأهلي يفوز بإذن الله، ونحتكم بالشوط الخامس والفاصل والحاسم بين الفريقين في هذا اللقاء الثالث والحاسم أيضا في بطولة كأس مصر 2022-2023، اللي يعني حتى الآن الشوطين للمباراتين الأولى والثانية، المباراة الأولى كان 3-2 لصالح نادي الزمالك، والمباراة الثانية 3-2 لصالح نادي الزمالك نادي الأهلي، وهنشوف المباراة الثالثة إن شاء الله تكون لصالح النادي الأهلي 3-2 أيضا، وهنتابع مع حضراتكم الشوط الرابع. وطبعا بعد ما ينتهي هذا اللقاء عندنا لسه لقاءات السيدات كأس مصر اللي هتبتدي يوم 1/5 غدا، 1 و2، ولا إذا كان في شوط أو مباراة فاصلة هتبقى يوم الخميس إن شاء الله اللي هو 4/5. نتمنى إن شاء الله النهاردة الاحتفال بالكاس، ونتمنى إن شاء الله أيضا للسيدات الاحتفال بالكاس بعد الماراثون الطويل للموسم الحالي، موسم 22-23، بعد ما يعني السيدات حسبوا لقاء لقب الدوري، في انتظار إن شاء الله حسم اللقاء أو لقب الكاس. هنشوف كابتن ميدو هيكون هو ولاعيبته ورجالته اللي في الملعب، ولسه عبد الله بيتكلم مع كابتن وليد الخشن. تعالى هنا ماشي، خلونا عشان اتحرك، بس مش عارف كان ايه الحوار بالظبط. في انتظار بداية الشوط الرابع كابتن وليد هيشوف ترتيب دوران نادي الزمالك، ولا هنشوف ترتيب دوران نادي الأهلي الأول. الرسالة يكون مع النادي الأهلي،
شايف مفيش تغيير عن الشوط الثاني في تشكيل النادي الاهلي، لكن احمد صلاح نزل، واعتقد عبد الله ولا مين، عبد الله لسه ما نزلش، احمد صلاح اللي نزل. ونادي الزمالك نفس اللعيبه، وهنبدا اللقاء او نبدا الشوط الرابع مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه النادي الاهلي. ارسال مع حسام يوسف، حسام يلا حسام، يلا رجاله شد حيلكم يا رجاله. ارسال من حسام، استقبال من محمد رضا الياسين للعبه في مركز اربعه قويه، لكن مستنيها حسام يوسف، يرفعها لويجي، احمد صلاح يعدي الكره لمحمد رضا، ياسين محمد، اعداد خلفي لرضا هيكل، ولكن حائط صد جيد من احمد عزب، تاتش ان داخل ملعب نادي الزمالك، والنقطه الاولى لصالح النادي الاهلي في الشوط الرابع. حسام يوسف، ارسال سبايك من حسام، استقبال من محمد رضا، ياسين محمد، لعبة في مركز أربعة قوية، بيتحط الصد مرة تانية للعبة لكن هتعدي سهلة، أحمد صلاح يلعبها لأحمد عزب، يلعبها له مرة تانية، تاني ياسين، وكرة سريعة من رشاد شيب للويجي، حسام يوسف، أحمد عزب في مركز أربعة مستنيها ياسين، رضا، لعبة قوية من لعبة ولكن خارج الملعب، ونقطة لصالح النادي الأهلي، 2 لا شيء. حسام يوسف، ارسال قوي ونقطة، وإيه من ارسال على احمد يوسف من حسام، والنقطة رقم 3 للنادي الاهلي في الشوط الرابع. حسام يوسف، مرة ثانية أحمد يوسف لياسين، رضا هيكل يحط كورة من جنب إيد أحمد عزب داخل الملعب، ياخد بيها النقطة الأولى لنادي الزمالك. رشاد شبل على الإرسال لنادي الزمالك في الشبكة، وأربعة واحد. أحمد عزب على الإرسال، استقبال من أحمد يوسف لمحمد مجدي، يحطها داخل الملعب من مركز 3 لمركز 5، ياخد بها نقطة رقم 2 نادي الزمالك، ورشا، وياخد رضا هيكل الإرسال، رضا هيكل، استقبال من عبد الرحمن سعودي لويجي في حائط الصد، ورضا يلحقها لكن ما يلحقهاش لا ياسين ولا لعبه، وفي الاخير نقطه للنادي الاهلي 5-2. عبد الرحمن سعودي، استقبال من احمد يوسف، ياسين، رضا هيكل، تاتش اوت في ايد لويجي، وثلاثة خمسة، يعود الارسال لنادي الزمالك، لعبة على الارسال، استقبال من يوندر جارسيا، حسام يوسف، لويجي، يا ولد يا ولد يا لويجي يا جميل، يطلع يحط كرة من مركز 4 في مركز 6،
ياخد بيها الكرة أو النقطة رقم 6 و6-3. كرة حلوة من جنب إيد حائط الصد. أدي الكرة مرة تانية اتعملت حلوة من يوندر لحسام لويجي، يطلع يحطها من جنب إيد أو من بين إيد حائط الصد. وأحمد صلاح استقبال من محمد رضا. ياسين لعبة يلعبها ولكن لسه في الملعب مرة تانية. تاني أحمد يوسف قوية قوية وتاتش إن داخل الملعب من حسام يوسف، حائط صد قوي ياخد بيه النادي الأهلي النقطة رقم 7-3. والإرسال ما زال مع أحمد صلاح. أحمد صلاح كرة سبايك قوية حلوة حلوة حلوة. اسم أحمد صلاح على ملعب نادي الزمالك في مركز واحد، ياخد بيها النقطة رقم 8 و8-3. وقت مستقطع للكابتن أحمد عاشور لإيقاف نزيف النقاط والتقاط بعض أنفاس الراحة. أحمد صلاح ثمانية ثلاثة الشوط الرابع لصالح النادي الأهلي، 2-1 في الأشواط لصالح نادي الزمالك. إن شاء الله نبقى 2-2 و3-2 كمان. أحمد صلاح خارج الملعب، هارد لك يا أبو صلاح. 4-8. محمد مجدي على الإرسال، هارد لك يا أحمد. محمد مجدي استقبال من لويجي مش مظبوط، يطلع عليه احمد يوسف، يطلع يشوطها تاتش اوت في ايد حسام يوسف وخارج الملعب، ونقطه لصالح نادي الزمالك. محمد مجدي استقبال من عزب حسام لويجي، تاتش في ايد حائط الصد وتاتش اوت ونقطة لصالح النادي الأهلي 9-5. ياخد لويجي النقطة والإرسال. لويجي سال سبايك هارد لك في الشبكة، علها قوي و6-9. يعود الإرسال لنادي الزمالك. ياسين محمد على الإرسال. الاستقبال من لويجي حسام أحمد صلاح، ولكن حائط صد من أحمد يوسف على أحمد صلاح وتاتش إن داخل الملعب و7-9. ياسين محمد لويجي حسام أحمد صلاح مرة تانية لكن مش مظبوطة. ياسين لعبة لأحمد يوسف قوية يطلعها يوندر جارسيا لأحمد صلاح لأحمد عزف في مركز 4. يا ولد يا ولد يا ولد بكل عقل يحط الكورة سهلة في إيد حائط الصد، تاتش إن داخل الملعب و10-7. وياخد محمد عبد المحسن الإرسال. هنشوف مين على الارسال من النادي الاهلي، محمد عبد المحسن ولا مين؟ فعلا محمد عبد المحسن. استقبال من احمد جديد من اللعبه، يطلع احمد يوسف شوطها قويه في حائط الصد.
مرة تانية أحمد صلاح، حسام قوية من أحمد عزم، يضحك في الصد وخارج الملعب أحمد يوسف، والنقطة رقم 11 للنادي الأهلي. 11-7. يلا يا شباب، يلا يا شباب. محمد عبد المحسن. استقبال من كانسن. رضا هيكل قوية ولكن خارج الملعب، ونقطة لصالح نادي الأهلي. 12-7. محمد عبد المحسن لنادي الأهلي على الإرسال. كانسن ياسين لكانسن مره ثانيه، ما لحقش على محمد او عبد الرحمن سعودي يطلع حائط صد او يضم على عزب، وفي الاخير تنزل داخل الملعب في مركز 6 و8-12، وياخد كانسن النقطه والارسال. كانسن اوكباي سال قوي، لكن لويجي طلع كوره، حسام يوسف بيسقطها ولمس شبكه على رشاد شبل، ونقطة لصالح النادي الأهلي. 13-8. حسام يوسف على الإرسال لنادي الأهلي. استقبال من محمد رضا مش مظبوط. رضا هيكل لعبة في مركز 4 قوية في حائط الصد، لكن يطلعها لويجي. حسام يوسف للويجي في مركز 6، ويطلع وحائط صد من رشاد شبل داخل ملعب نادي الاهلي. 9-13. ياخد رشاد شبل النقطه والارسال. رشاد حسام، حلوه 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 تتعمل للويجي، حلوه في مركز 6، يطلع يحط الكره داخل الملعب، ونقطة لصالح نادي الأهلي. لويجي يعني بيتكلم ليه بعد الكورة مع لاعبي الزمالك؟ ملوش دعوة، يركز في ملعبه. وحسام بيقول له ركز في الملعب، مالكش دعوة. وادي الكابتن ميدو طبعا يعني بيعتذر عن لويجي. و14-9. كانسن لعبة. رضا هيكل لسه في الملعب، تاني كورة مع نادي الزمالك. لعبة في مركز 4 قوية داخل الملعب من مركز 4 لمركز 1، ما يلحقهاش حسام يوسف. و10 14 وبيعتذر حسام اهو. الكرة كانت سريعة حقيقة، ولف ريست ايده لعبة من جنب ايد حائط الصد داخل الملعب من مركز 4 لمركز 1. رضا هيكل ارسال لنادي الزمالك. الشبكة من رضا و15-10. ارسال مرة أخرى مع النادي الأهلي. عبد الرحمن سعودي على الإرسال للنادي الأهلي. يلا عبد الرحمن. سال هارد لك يا عبد الرحمن في الشبكة، عايز يوجهها ولكن الكرة نزلت منه ولعبها وهي نازلة، وفي الأخير نقطة لنادي الزمالك. 11-15. ومحمد مصطفى كامل لعبة على الإرسال. لعبة سال قوي، استقبال من يوندر جارسيا، وتعدي الكرة يلحقها رشاد. مين اللي لحق الكرة ده؟ لعبة ورضا هيكل، وخارج الملعب مرة تانية من كانسل أوكباي. و 16-11. صلاح على الإرسال. أحمد صلاح. يلا صلاح.
سالي عديها محمد رضا، ياسين سريع على محمد مجدي، ولكن يطلع حسام تاني كوره مع نادي الاهلي ويشوطها محمد مجدي ولا كانسل. هنشوف في الاخير هديه على الشبكه للفرقتين ما يلحقهاش احمد صلاح، ونقطه لصالح نادي الزمالك 12-16. محمد مجدي على الارسال، ادي الكوره راحت طلعها محمد عبد المحسن، ولكن جت هديه لمحمد مجدي يطلع يشوطها، تيجي في ايد احمد صلاح وتاتش اوت. استقبال من احمد عزب، حسام، احمد صلاح، يا ولد يا صلاح يا ولد يا صلاح، يطلع يلف ريست ايده عكس اتجاه حائط الصد وعكس اتجاه لاعب نادي الزمالك اعتقد يا رضا. هنشوف مين اللي لعب الكره اللي فاتت او كان على الكوره، وفي الاخير نقطه لصالح النادي الاهلي 17-12. لويجي رانداتزو المحترف الايطالي في صفوف النادي الاهلي، سالي سبايك للمره الثانيه، يعلي كره قوي ويشوطها وهي نازله تيجي في الشبكه 13-17. ياسين محمد استقبال من لويجي، يسقطها محمد عبد المحسن لكن يطلعها رضا هيكل، كانسن قوية من كانسن، يطلعها يوندر جارسيا، أحمد عزب قوية، يا ولد يا ولد يا ولد، في إيد رشاد شبل تاتش أوت، والنقطة رقم 18 للنادي الأهلي. محمد عبد المحسن على الإرسال، جت في إيد رضا هيكل مش رشاد شبل. في الشبكة من محمد عبد المحسن، ايه الحكاية؟ ايه الحكاية؟ شدوا حيلكم يا رجالة. 14-18. كانسن أوكباي على الإرسال، المحترف التركي من صفوف من أصول نيجيرية في صفوف نادي الزمالك. في الشبكة أيضاً و 19-15. نمشي واحدة واحدة كده، الشوط هيبقى من نصيب النادي الأهلي إن شاء الله. حسام يوسف حسام استقبال من كانسن، ياسين لعبة في حائط الصد لكن يطلعها مرة تانية لويجي، أحمد عزب يا ولد يا عزب، ولكن بدون تلامس بدون ما تلمس حائط الصد، وكورة خارج الملعب و 15-19. محمد عفيف اللي نزل، هنشوف مين على الارسال. محمود عفيفي على الارسال لنادي الزمالك. في وقت مستقطع ولا ايه؟ وقت مستقطع طلبه الكابتن، مين اللي طلبه مش عارفين. في الاخير وقت مستقطع، هنتابع بعد انتهائه النتيجه. فارق 4 نقاط بين الفريقين، يزيد لـ5 ويرجع تاني لـ4، وفي النهاية إن شاء الله الشوط هيكون من نصيب النادي الأهلي. كابتن ميدو اللي طلب الوقت المستقطع اللي فات ده. محمد عفيفي على الإرسال لنادي الزمالك، اللاعب رقم 7 سنتر بلوك، استقبال إعداد من حسام لعبد الرحمن سعودي، طلع يوندر جارسيا يعني كورة أحمد عزب يا ولد، ولكن خارج الملعب من أحمد عزب، فيها قوة زيادة و 16-19. محمد عفيفي استقبال من احمد عزب، تاني احمد عزب في مركز 2، يطلع يشوطها قويه تيجي في ايد ياسين وتخرج خارج الملعب، و20
16. يلا رجاله، يلا رجاله. ارسال مع النادي الاهلي. احمد عزب، استقبال من كانسن، اعداد لرضا هيكل في مركز 2، في ايد حائط الصد عبد الرحمن سعودي، وما يلحقهاش احمد عزب، والنقطه رقم 17 لنادي الزمالك، ورضا هيكل رقم 17 على الارسال. 17 20، ناخد الكره ثانيه يا جماعه، يلا ناخد الارسال. رضا هيكل، ارسال قوي لويجي، حسام يوسف لويجي مره ثانيه قويه في حائط الصد، لكن يطلعها لعبه لياسين، للعبه مره ثانيه في مركز 4 ويطلعها لويجي، برافو حسام لويجي مره ثانيه، ولكن مزنوقه على لويجي، يطلع يسقطها ياسين داخل الملعب، و18 20. رضا هيكل، في الشبكة من رضا، 21 18. عبد الرحمن سعودي، أربع نقاط تفصل النادي الأهلي عن الفوز بالشوط الرابع والاحتكام للشوط الخامس، الحاسم والفاصل. عبد الرحمن سعودي، استقبال من لعبة لياسين، للعبة مرة ثانية في إيد حائط الصد، وبرافو لويجي، ولا مين اللي طلع الكرة اللي فاتت؟ ده أحمد عزب، تاني لويجي أو عبد الرحمن سعودي، أحمد صلاح يخلص، ما خلصش، تاني الكرة ياسين، رضا هيكل، ولكن من منطقة خلفية، ودخل رضا هيكل جوه ملعب النادي الأهلي، و22 18. 22 18، برافو يا رجالة. كورتين حلوين قوي من أحمد عزب وبعديه عبد الرحمن سعودي في التغطية على حائط الصد. آدي الكرة مرة ثانية. وعبد الرحمن يا ولد يا عبد الرحمن، شوف مكانه فين عبد الرحمن، بيلعب الارسال ورجع تاني تحت سنتر البلوك. عبد الرحمن سعودي، وقت مستقطع للكابتن احمد عاشور. سعودي على الارسال، 22 18 الشوط الرابع، ثلاث نقاط حاسمه وفاصله بين الاهلي والزمالك على كاس مصر 2022 2023. لعبه ياسين، لعبه مره ثانيه ويطلع يحطها لعبه حلوه قوي من مركز 2 من مركز 4 لمركز 4، كره قطريه جميله ياخد بيها النقطه رقم 19. لعبة على الإرسال، استقبال من يوندر جارسيا، حسام لأحمد صلاح، تاتش أوت، ونقطة لصالح النادي الأهلي، 23 19. رغم الكورة يعني، برافو أحمد صلاح، كورة مزنوقة قوي على الشبكة ويطلع يخلصها. إرسال مع النادي الأهلي، أحمد صلاح، استقبال من محمد رضا لياسين لكانسن اوكباي، يلعبها تاتش في حسام يوسف خارج الملعب، و19 23 او 20 23.
محمد مجدي الهو الجون على الارسال. استقبال من احمد عزب. اعداد حلوه ليوندر. يا ولد يا ولد يا يوندر يا ولد يا عفوا لويجي يطلع يحط كره حلوه قوي من مركز اربعه لمركز سته، ياخد بيها نقطه رقم 24 وجيم بوينت لصالح النادي الاهلي. حلوه حلوه حلوه. جيم بوينت لصالح النادي الاهلي. عبد الرحمن الحسيني. استقبال من لعبه لياسين لرضا هيكل في المنطقه الخلفيه لكن لسه في الملعب. احمد عزب لحسام يوسف. احمد عزب مره ثانيه يخلص ما خلصش يعني الكره مع ياسين ليكانسن اوجباي ويطلع يشوطها تاتش اوت في ايد محمد عبد المحسن. 21-24 ياسين محمد على الارسال وجيم بوينت للنادي الاهلي. نقطه تنهي الشوط ونستعد ل الشوط الخامس والحاسم والفاصل في هذا اللقاء المثير. ياسين استقبال من لويجي. حسام. احمد عزب يخلص يخلص. احمد عزب يا ولد يا ولد يا ولد. احمد عزب يخلص الشوط الرابع لصالح النادي الاهلي بتعادل والنتيجه حتى الان شوط اول ورابع لصالح النادي الاهلي 25-15 و 25-21. شوطين ثالث وثاني وثالث لصالح نادي الزمالك 25-19 و 29-27. مشاهدينا الكرام في انتظار بداية الشوط الخامس لا تذهبوا بعيدا انتظرونا. بداية الشوط الخامس مشاهدينا الكرام. شوط فاصل وحاسم مدة أو عدد نقاطه 15 نقطة فقط لا غير
وصعب التعويض فيه جدا جدا. هنتابع مع حضراتكم، نتمنى ان النادي الاهلي ينهي هذا اللقاء لصالحه ليفوز ببطوله كاس مصر ان شاء الله 2022 2023. نفس التشكيل اللي ختم به الشوط الثاني، ولكن مع احمد صلاح بالنسبه للنادي الاهلي. ونفس تشكيل ايضا نادي الزمالك، ياسين محمد على الارسال لنادي الزمالك. على بركة الله بداية الشوط الخامس، استقبال من احمد عزب، اعداد سريع لعبد محمد عبد المحسن، لسه في ملعب نادي الزمالك، محمد عفيفي، رضا هيكل، ولكن حائط صد جيد و لمس شبكة على رضا هيكل، والنقطة الأولى لصالح النادي الأهلي. محمد عبد المحسن على الإرسال للنادي الأهلي. استقبال من رشاد شيب، كانسن أوكباي، حسام يوسف، أحمد عزب، لعب أحمد صلاح، تاني محمد رضا، لياسين، لرضا هيكل، خارج الملعب من رضا هيكل، بيلمس حائط الصد أحمد صلاح وتخرج خارج الملعب، والتعادل 1-1. كانسن أوكباي على الإرسال. كانسن ارسال سبايك تعدي وخارج الملعب، و 2-1 لصالح النادي الاهلي. احمد صلاح ارسال لعبه لكانسن، رضا هيكل في حائط الصد وتاتش اوت، عبد الرحمن سعودي، و 2-2. شوط صعب جدا على الفرقتين حقيقه، لان مفيش فيه لا تهاون ولا تساهل. محمد عفيفي على الارسال لنادي الزمالك. استقبال من احمد عزب، حسام يوسف، قويه من لويجي، تاتش اوت في حائط الصد، رضا هيكل وخارج الملعب، و 3-2. لويجي ياخد الكوره والارسال والنقطه والارسال. لويجي راندازو خارج الملعب، 3-3. مباراة أمس الشوط الخامس النادي الأهلي أنهاه 18-16. نتمنى أن ينتهي هذا الشوط لصالح النادي الأهلي بإذن الله. رضا هيكل استقبال من يوندر جارسيا، حسام يوسف، أحمد عزب، يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على التصرف السليم والحكمة في الكرة اللي فاتت من أحمد عزب، يطلع يحط الكرة يسقطها من جنب إيد حائط الصد من مركز 4 لمركز 1، ما يلحقهاش رضا هيكل، والنقطة رقم 4 لنادي الأهلي. عبد الرحمن سعودي استقبال من لعبة لياسين، رضا هيكل، ويا ولد يا ولد يا ولد يا عزب، حلوة 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 من أحمد عزب، حائط صد على رضا هيكل اللي حاول يلف الكرة على الخط، ولكن كان مستنيه احمد عزب للمره الثانيه في هذا اللقاء، ونقطه لصالح نادي الاهلي 5-3. عبد الرحمن سعودي، كانسن أوكباي، ياسين،
لعبة قوية في اتحاد الصد، لكن عبد الرحمن مستنيها ولمس شبكة على محمد عبد المحسن. 4-5. التيشيرت لامس الشبكة وإنذار لمين؟ هنشوف حد في نادي الزمالك، يبقى هنا كده إنذار هنا وإنذار هنا، اللي جاي نقطة لأي فريقين، هيبقى كارت أحمر أو كارت أحمر وأصفر استبعاد، هنشوف ونتابع مع حضراتكم. محمد مصطفى كامل لعب على الإرسال والنتيجة 4-5 الشوط الثالث، الشوط الخامس عفوا. لعبة استقبال من يوندر جارسيا، حسام يوسف، أحمد صلاح، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يطلع يحط الكرة حلوة قوي قوي من بين حائط الصد من مركز 2 لمركز 5، ياخد بيها النقطة رقم 6 أحمد صلاح. ادي الكرة مرة تانية، حطت حلوة قوي قوي، ما تطلعش، تيجي في ايد لعبة تخرج خارج الملعب. و6 4 حسام يوسف، استقبال من لعبة ياسين، رضا هيكل يشوطها المرة دي، تيجي في سن الشبكة وتعدي من بين ايد حائط الصد، وخمسة ستة تنزل في منتصف الملعب في مركز 6. محمد مجدي، استقبال من احمد عزب، حسام لاحمد عزب مره ثانيه، ويا ولد يا عزب، يطلع يلعبها في ايد كانسن اوكباي، تاتش اوت، ياخد بيها النقطه رقم 7، نقطه تفصلنا عن تبديل الملعب للفرقتين، واحمد عزب ياخد النقطه والارسال. يلا يا احمد، ارسال موجه، لعبه ياسين، كانسن اوكباي قويه تيجي في ايد لويجي، يحاول عليها محمد رمضان واحمد عزب، ولكن في الاخير نقطه لصالح نادي الزمالك. 6-7. ياسين محمد على الارسال لنادي الزمالك، استقبال من لويجي، حسام لأحمد صلاح، ولكن حائط صد قوي من محمد عفيفي البديل من الشوط الرابع، ونقطة والتعادل 7-7. تاتش إن داخل ملعب النادي الأهلي من أحمد صلاح أو من محمد عفيفي على أحمد صلاح. هارد لك يا أبو صلاح، مفيش مشكلة. ياسين محمد، استقبال من لويجي، حسام مرة تانية لأحمد صلاح اللي يخلص المرة دي، تاتش اوت في ايد كانسن اوكباي خارج الملعب. و8 7 وتغيير الملعب للفرقتين بدون توقف. ارسال مع النادي الاهلي، محمد عبد المحسن على الإرسال، استقبال من محمد رضا، ياسين، رضا هيكل خارج الملعب، ولكن تلمس ايد حائط الصد، ونقطة لصالح نادي الزمالك. 8-8. مباراة صعبة من البداية، وشوط أصعب شوط في المباريات الثلاثة. كانسن أوكباي، استقبال من يوندر جارسيا، حسام يوسف، لويجي في ايد حائط الصد، لكن يطلع أحمد عزب، برافو. تاني كرة أحمد صلاح قوية، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا صلاح، يطلع يحط كرة حلوة قوي قوي
من مركز 2 او لمركز 5 ياخد بيها النقطه رقم 9 وياخد ارسال احمد صلاح. احمد يوسف نزل مكان كانسن في نادي الزمالك. ارسال موجه للعبه ياسين رضا هيكل. يا ولد يا رضا يطلع يحط كره قويه من مركز 2 لمركز 1 ورا احمد صلاح بسرعتها ما يلحقهاش احمد صلاح. و9 9 محمد عفيفي على الارسال لنادي الزمالك. بيلعب من الجانب الايسر من الملعب محمد عفيفي. وقت مستقطع للكابتن هنشوف لمين اعتقد كابتن ميدو. فعلا وقت مستقطع لكابتن ميدو باين على اللوحه الالكترونيه في الملعب اهي. محمد عفيفي على الارسال لنادي الزمالك. استقبال من لويجي حسام. لويجي مره ثانيه في مركز 4 في تاتش في الحائط الصد لكن الحقها لعبه وما يلحقهاش ياسين ونقطه لصالح النادي الاهلي 10 9. اللي هيفصل نقطتين هيفرق كتير في الفوز بهذا الشوط. عبد الرحمن الحسيني هينزل مكان لويجي. نازل على الارسال عبد الرحمن الحسيني. خارج الملعب و10 10. رضا هيكل على الارسال لنادي الزمالك. ارسال قوي يوندر جارسيا. حسام يوسف احمد عزب ولكن تاتش داخل الملعب ما يلحقهاش يوندر جارسيا. هنشوف مين اللي جاب الكوره اللي فاتت دي. ياسين محمد. يتقدم نادي الزمالك 11 10. وقت مستقطع الثاني للكابتن ميدو والاخير في الشوط الخامس. نقطة واسم الإرسال لرضا هيكل في مركز 1 ما يلحقهاش أحمد صلاح و12 10. يلا يا رجالة يلا يا رجالة نشد حيلنا شوية. محمد مجدي أو رضا هيكل على الإرسال. ناخد كرة أولى يا رجالة ناخد كرة أولى. رضا هيكل يوندر جارسيا وحشة تعدي ملعب نادي الزمالك. ياسين لعبة يطلع يحط الكورة تاتش في حائط الصد
وداخل الملعب و13 10 لسه يا جماعه لسه والله لسه شفت ايدينا رضا هيكل استقبال من يوندر جارسيا مظبوط المره دي حسام يلعبها لاحمد عزب اللي شوطه خارج الملعب و14 10 يقول الكره لمست ياسين كابتن وليد الخشن رغم ان الكره كانت اقرب للحكم الاول حامد الروسي نشوف اعتقد في لمس لياسين اعتقد هنشوف الحكم حسبها ايه نزل عصران وخرج احمد عزب حكم النتيجه 11 13 الكره اتحسبت للنادي الاهلي ولا نادي الزمالك هنتابع تاني ونشوف وقت مستقطع للكابتن احمد عاشور برضو الوقت المستقطع الثاني والاخير النتيجه على اللوحه كبيرة في الملعب 14 10 لكن النتيجة على ترابيزة التحكيم 11 13 يبقى صح التحكيم 13 11 13 عبد الرحمن سعودي إرسال استقبال من محمد رضا لياسين رضا هيكل قوية في حالة الصد لكن تطلع من لويجي لحسام يوسف مرة تانية ويطلع عصران محمد رضا لرضا هيكل لعبة يشوطها قوية في حائط الصد تيجي في ايد محمد عبد المحسن ما يلحقهاش محمد عصران والنقطة رقم 14 لصالح نادي الزمالك ماتش بوينت نقطة المباراة لصالح نادي الزمالك ونقطة البطولة محمد مصطفى كامل لعبة على الإرسال لنادي الزمالك وماتش بوينت استقبال من عصران لحسام أحمد صلاح يعديها سهلة ولكن تنزل داخل الملعب ويفوز نادي الزمالك بالشوط الخامس بنتيجة 15-11 ويفوز ببطولة كأس مصر 2022-2023 هارد لك النادي الأهلي مبروك نادي الزمالك مشاهدينا الكرام سعدت بصحبتكم وكان معكم معلقكم الرياضي حمدي السيد